بدي بلدي 100% مع الغدن كرموز بلدية. شوي علي شوي علي الحر هذا وين في اللحد بالصح انتي وين في اللحة خير؟ صباح الخير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كلكم صبحتوا بخير على خير وفي احوال جيدة ان شاء الله. خالتي قولي صباح الخير. شوف حنا ياك حراقين انا ان شاء الله النهار بنمشيو صبح التشميشة وجوج بيو وخلنا نمشيو نخدمو شي شويوش على الزيتون. صباحكم مبروك، صبحتو بخير، هانيين كلشي مزيان، الله يحفظكم ويجيكم نهاركم مبروك والله يسعدكم اجمعين. امين يا رب. ايوا نديكم معانا تانتوما تشوفوا شي شويوش كيفاش. خليكم معانا. دابا راه حنا وصلنا لديك البلاصه اللي بصاوبو فيها، راه نبداو بها الشجره ياك. مشكل ها الشجره فيها شي جناطح بزاف، نبداو بها الشجره ان شاء الله. يلا 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 الى العمل. شنو يبقي؟ شوف هذا كي داير، كيخطط المهندس. نبداو بها الشجره ان شاء الله. بنحفر عليها محمد أخدم عليه. ايه هنا يا سيدي قلق شي والي صالح الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. هنايا لا بصح كوقع كالتراكس هنايا كان ثابطه لك الدوار راه فينا. ايوا فاش قالوا لمولاها ودي راه كاين واحد السيد واحد القبار ديال واحد السيد غدوز عليه، قال لمش من سيد في سيد. ايوا هي هذيك. انا وصلت لهنا لهاد البلاصه وحلت صافي وقفت حتى جاو حيدوها. هنا وهذيك وهذوك راهما كاملين ولكن ما نخدمهم شي حيت في الفول ديال الناس ممكن شي يضيعوا الرزق ديال الناس، داكشي علاش غنطلعوا نخدموا شي وحدين صغارين. راهما الفوق. اه هادو ديالنا الكبارين كاملين. انت هذيك اللي راه فيها؟ اه والله يا ودي ما ولكن ما نخدمهمش، غنرزيو الفول ديال الناس ما كاينلاش، غنخدمها شي واحد راه مصيوري. كوتي دابا وقت الكوتي. ميدا توحشت الكوتي الواليد من الجوع صراحة. اييه كان مخايبة خايبة. شنو هذا الراية للبن؟ كل شيء على الدكة. ما كاينش الدكة والو. ها؟ ما كاينش الدكة والو. ما كاينش القهوة والو. شنو هي كوانة؟ شنو هي؟ كوانة شنو هي؟ كلها جابة القهوة. هي ظهر لي سقفت لي. دايو معانا بالصحة والسلامة ما يقول لي شي بلا بيه. شكرا شكرا. حنا في الخلا دابا انا خدم الزويدان الجوع مرقل والخلا جوع. الا رجعنا بنجيبو الطاجين ان شاء الله ان شاء الله. يلا قول لهم شي كلمة اخيرة. قول لهم شي كلمة اخيرة. نطلب الله والعزيز العلي يحدث هالشيء ويعطي التوفيق لكل واحد، الصحة لكل واحد، ونتمنى وسيد ربي يحبي هذا الشيء لبلاد الخلية، ونوض كلها ساعة بشغلة كلها تخدم الخدمة ديالها كلها. دي. يا الله بالسلامة. يلا قولوا لهم باي باي. باي باي. سلامة. البنا جلدي في الخلا ولكن في الدار. اجي واه يا خالتي صبره صبره الوليده تحفاني هو باقي معمره الرايب البلدي والله لا مشاهدكم فيه يا سلام. هو البلديه مغزل
شا هو الخبز ديال الفرن. واخيرا سالينا المهم دابا سالينا الحمد لله. بقى حتى حاجه انا اللي غير كلشي. تبارك الله عليك. المهم دابا سالينا الحمد لله، ما بغيناش زعما نوريكم داكشي بالديتاي حيت خافنا يجي الفيديو طويل، داكشي علاش تقريبا الزيتون كامل خدمنا عليه. وري يا محمد داك الزيتون. ايوا المهم هادو كاملين خدمنا عليه. هذا ماشي ديالنا، واحد النموذج عاوتاني. شوف دابا هاد الارض هذه كامله اللي غنوريكم كانت غير بحال هكا، ولكن مولاها شوف تبارك الله دار فيها الدوالي ودار فيها الشجر غير مؤخرا، ما كملاش واحد العامين. شوف كي كتبان زوينه تبارك الله ما شاء الله، يعني خاص غير خدمه كلشي ماشي ليك. ايوا سيدي نهاركم مبروك. خرجنا لكم معنا هاد النهار باش تفوجوا حتى انتم شي شويه واش كندوزوا الحياه ديالنا في البلديه. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديري لايك. أيه. لايك وبارطاجي. السلام عليكم.